السمع، الطفل ده لو كان اتساب كان حصل له مشاكل في السمع كتيره. هو ايه يا دكتور هشام مشكله السمع؟ يعني ما كلنا بنسمع وكلنا تمام وزي الفل. لا يا جماعه، السمع ده وسيله للتواصل بيننا، وسيله للكلام، وسيله الوسيله لان الواحد تنمو عنده القدرات والذكاء. السمع في منتهى الاهميه، لان الواحد لو ما سمعش مش هيتعلم ولا هيروح مدرسه ولا هيقدر يمارس حياته تماما. عشان كده بنقول دايما الأم الشاطرة هي اللي تقدر تكتشف ضعف سمع ابنها بدري جدا. يعني امتى يا دكتور هشام؟ من مثلا من اول شهر، من اول شهرين؟ لا 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 لا، انا بقول كلام تاني خالص، انا بقول الأم الشاطرة، البنت الشاطرة هي اللي تقدر تكتشف سمع ابنها اللي لسه هيجي ان شاء الله وهي لسه بنت. ازاي يا دكتور هشام؟ هي احنا هننجم؟ لا طبعا. البنت اللي تبقى عندها مشاكل في الأسرة عندها أو في العيلة عندها ضعف سمع وراثي، احتمال كبير جدا إن حد من ولادها يبقى عنده ضعف سمع. البنت اللي باباها ومامتها قرايب ومتجوزين، ولاد عم ولاد خالة، احتمال كبير جدا إن ذريتها ولادها يبقى عندهم مشاكل في السمع. البنت أثناء فترة الحمل لما تحمل، المشكلة كبيرة جدا اللي هي لو تعرضت لأدوية، لو تعرضت لأشعة، لو تعرضت لبعض الأمراض سخونية، لو مشكلة في أشعات خدتها، لو تعرضت لأشعات، لو تعرضت لحوادث لا قدر الله، لو خدت أدوية معينة، كل الكلام ده تتوقع إن في مشكلة. لو أثناء الولادة حصل إن الطفل ما خرجش بطريقة طبيعية، لو حصل قلة الأكسجين، طب بعد ما الطفل يجي هل ممكن الأم تعرف في أول 3 أشهر وبعد كده سمع تتوقعه سمع ابنها شكله عامل إزاي؟ طب أول 3 أشهر الأم الشاطرة تقدر تعرف سمع ابنها إزاي؟ بتيجي طبعًا بالليل وهو نايم، بتيجي بتروح جايبة بالونة وتروح مفرقعاها جنب ودنه. فطبعًا لو الطفل التفت، ها؟ هيبقى ده معناه إن الطفل إلى حد ما سمعه معقول. طب بعد الثلاث اشهر، بعد الثلاث اشهر لو قدرت تنده عليه، لو التفت للصوت، لو باب خبط وابتدى برضه يلتفت ليها، كل الكلام ده مهم جدا. عشان كده بنقول السمع مهم. عشان كده لو موضوع السمع ما اتخدش من الاول وحصل لوز ولحميه ومشاكل وميه ورا الطبله، والموضوع تطور ان الاذن الوسطى حصل فيها مشكله، هيحصل حاجه اسمها تيبس وتكيس ومشكله والتصاقات داخل الاذن الوسطى.